FM. الكلمة ليك. حسب رأيك علاش ما أنت نسمة رجعت بنسيت العزيزة ما أنت مرة أخرى؟ علاش مش دار الوزير بار اكزامبل؟ هل إنه دار الوزير ما أنت تجربة مشيتش بالكدي ما نجحتش هذاك علاش تخليت عليها؟ دار الوزير أول حاجة الفكرة عطيتها هنا نحن في قاعدة كنا نخدمه على وزير معنا تكسر بعد ريفوليسيون ومن بلاصة بلاصة يتنقل وستيل أمريكا وحاجة خفيفة فنسق في الكتابة مشى نسق آخر مشى للكتابة متاع ونسيبي وخراج الأختي وكل المرأة الكبيرة وكل الجو معناها في منطق معين كان الرول متاعي جنان كانت اقترحته وبعد كي صار قلب في الوحدة وليت رول الطباخ قريته ما عجبنيش فقدمت اعتذاري قلت ما نصورش فصوروا 5 شهور تصوير أنا جيت جمعة قبل رمضان بشوية فهمني وصورت نهار وبطلت على خاطر ثم خلط في الكتابة ثم دو سيناريس كل واحد يكتب وحده كانت غلطة معناتها تقول انت ليش كل غلطة على منها وكان طلبوا مني باش نخدم شخصية فيلم تصور دار وزير بعد الريفولوسيون ما تنجم تكون كمان كمان كل غلطة عرفت لا تلام علي العمل هذا بصراحه في بالنهاية حتى في انا شكرا معك انت زاد حكيت اللي هو معناها مانيش ساتيسفي مش مقتنع به في ظرفيه معينه بركة تبقى كل جروب هذاك تخدم معاه انا نسير راب العشاء ملك ريفي مع اسماء معروفه من نور الدين كمال التويتي معناتها صار معروفين في الاشكاليه في كتابه السيناريو كابافان الكلمه ليك